ترى الكرافت اعتقد لو انت ناوي تبلش بزنس السنوات الجايه راح تفيدك، لان الشركه عندهم ثلاث اقسام كلها مفيده لاخواني واخواتي اللي ناويين يبلشون بالقسم الاول، واللي باذن الله احنا راح ننزل تحت الميدان وتشوفونه بعيونكم قسم العربات المتنقله. الشركه متخصصه بتصميم وتنفيذ العربات المتنقله، غير كذي الشركه عندها قسم ثاني اللي هو قسم تصميم وتنفيذ المحلات. فبالتالي اذا عندك محل تبي تصممه وتنفذه بطريقه جدا حلوه، عندك فكره ببالك او تبيهم يعرضون عليك افكار، عندهم قسم متخصص بتصميم وتنفيذ المحلات. والقسم الثالث هو اللي اتوقع يفيد حتى الهوم بزنس اللي هو تصميم الهويه التجاريه. ما عندك لوجو او حتى ما عندك اسم للبزنس، الجماعة هني عندهم مصممين متخصصين ممكن يصممون لك اللوجو والشعار، كذلك ممكن يعرضون عليك مجموعة أسماء تصلح للبزنس مال. القسم الأول من الشركة مثل ما قلت لكم تصميم وتنفيذ العربات المتنقلة. كلكم يدري أن وزارة التجارة قبل أسابيع أعلنت عن الرخص التجارية للعربات المتنقلة، فبالتالي يصبح محلك ممكن يكون عبارة عن عربة توقفها في أي مكان وفق شروط اللي حاطتها وزارة التجارة. سنترال كرافت الشركة اللي أنا فيها الحين من سنة 2012 صممت أكثر من 49 عربة ومركبة، سواء كانت سيارة متكاملة أو عربة مثل ما تعرفون تنقلص. أرى المصنع والشركة هذا الحبيب الغالي المهندس حمود الحميدان الله يجزاه خير. أول شيء مشكور أنك خليتني أجي وأوري الناس، لأن البزنس هذا والكونسبت يفيد إخواننا أصحاب المشاريع الصغيرة. عزيز علينا أبو سالم، طبعا مثل ما انت عارف وسالم احنا 2012 لما بلشنا كان اختصاصنا بس الفود اند بيفرج، سؤال في المطاعم. اول كله مطاعم سيارات بس مطاعم حلو. بس انت مساع وريتني اشياء ما لها شغل المطاعم. بعد 2015 الحمد لله زاد الطلب وقام الناس تطلب شغلات تجاريه سواء عيادات حلاق، يعني مر عليكم مركبات باشكال وانواع ملابس، حتى في ناس كانوا يطلبون انديه متنقله ايش كثر. يعني السيارات اللي تجهز للمطاعم على سبيل المثال نوعين، في سيارات كلاسيكيه وفي سيارات جديده، بوريكم النوعين. هذا واحد من الانواع كبير الحجم، بنشوف مع بعض شنو في منه. شوف السياره من داخل، هذا طبعا الحين تحت التنفيذ ما خلصت. حلو، هني شغل مطعم. هني طال عمرك السياره فيها ثلاث مناطق عمل. حلو. طبخ. حلو. تحضير وترتيب. اها. وهني عندنا الغسيل والقطعه الثانيه والثالثه اللي هو هذا الغسيل، هذا الثلاجه. هذا الثلاجه. حلو. هني طبعا في التخزين، اخر شيء التخزين. سلندرات الغاز، مطبوعات، وطبعا شغاله الكهرباء منها وفيها كهرباء وغاز مكيفه. اي كهرباء وغاز وفيها ثلاث وحدات تكييف. هذه وحده تكييف وهذه الثانيه فتكون جاهزه، وغير هذا الشفاطات. بحكم ان الشباب مسوين عدد كثير من السيارات، فبالتالي يعرفون بعض الشغلات اللي يحتاجونها الموظفين هني اللي راح يشتغلون بالسياره، مثل الغاز، امور الغسيل، امور تصريف الماء، لان الماء هنا يا جماعه في ماء نظيف جديد وفي ماء اصلا بعد الغسيل، فبالتالي كل النقاط هذه مر عليهم وعارفين. هذه يا جماعه السياره يمكن تشوفها من برا تشوفها يعني باص قديم، لكن يمكن المهندس بيعلمكم على شغلات جدا حلوه. هذا مشروع بنات اخر شيء. خلاص اخر شيء تذكره نبي نمر هذا. ها هذا النوع من العربات يمكن تشوفونها حاليا غريبه لانها تحت التصميم والتنفيذ، يسمونها اير ستريم. هي نوع من انواع العربات الكلاسيكيه اللي ممكن توقفها بمكان معين ويكون شكلها قديم وكلاسيكي. يمكن شفتوها بسولت بدبي، هذا داخل هني راح يكون المطعم. هذه بعد مجموعه من السيارات اللي الحين الحبيب بيعلمنا عنها. هذاك خلينا نبلش من هناك. ايه هذاك يا جماعه صالون حلاقه رجالي، تخيل صالون حلاقه رجالي داخل متكامل، ها داخل عربه وكذلك مكيفه. طبعا في كرسيين، كرسي حلاقه، هذا كرسي حلاق هنا. خلنا ندخل داخل. هذا كرسي الحلاق زين، راح تكون بشكل هذا اذا جاك البيت. وهذا هني المكان حق غسيل الشعر وهالسوالف. طبعا شغل التخزين المعدات كلها موجوده هنا. صراحه صاحب البزنس هذا ذكي. يا جماعه بس تشوفون اللوجو هذا باي شركه تعرفون ان الحبيب ورا الموضوع حمود الحميدان الله يعطيه العافيه. هذه المكيفات يا جماعه، انا ترى سابقا حمود كنت اشوف هذه فوق السيارات ما ادري شنو معناها، الحين دريت ان هذا المكيف. اي امانه في بعض الانواع اللي هي الثلاجه اللي معروفه بالسوق حق سيارات اللي تنقل اكل اغلبها هيدروجين، هذه الاكسجين. هذه حق الناس راكبين السياره. تشمها يعني عادي ما في شيء تنفس. ايه. واحنا الحمد لله حرصنا عندنا وكالاتنا الخاصه. انتوا وكيل هذولي؟ ايه عندنا. كم طن حمود؟ هذا طن 600 وهذا طن. حلو.
جماعة شوف سيارات، في سيارات شوف ارتفاع شلون، في سيارات كبيرة، سيارات أنواع وأشكال. شنو النوع سيارات اللي شغالين عليه أنتم؟ احنا طال عمرك شغالين على نوعين، طبعا الجديد والمستعمل. حلو. الجديد الحمد لله عندنا عقود مع شركتين ومعروفات بالسوق مثل بيجو وفورس الخالد، احنا نصنع لهم سيارات. حلو. كذي في زباين يطلبون من عندنا سيارات كلاسيكية أو شيء مو متوفر، واحنا نساعد. يعني حتى لو أنا عندي سيارة مثلا مستعملة أبيكم تشتغلون عليها؟ احنا ما نلزم أي زبون بالسيارة. هذه سيارة الحين مستعملة صح؟ اي هذا احنا وردناها حق زبون. حلو. كان طالب ستايل الامريكي هذا. طبعا احنا شلون طريقه تعملنا هذه سياره مستعمله؟ انتم اللي جايبينها؟ جايبينها من امريكا. اي احنا موردينها. ممتاز. هذه الزبون كان طالب من عندنا مساحه عمل مطبخ كامل. اوكي. ويكون فيه تمديد غاز مركزي وماي وكهرباء، يعني بعض التفاصيل اللي هو يبيها. اي كامل. انتم تنفذون؟ اي طبعا اول مره نقعد معاه نشوف شنو اللي يبي، ثاني مره نسوي لهم المخططات مثل ما هم شايفين. حلو. بعدها ندش بال 3D والتمثيل. 3D اشوف. أيه 3D عشان تعرف التخيل شنو راح تستلم وشنو المساحات وكل شيء. مثلا هذا من داخل وبالكامل كل شيء موجود، وهني من برا حط المكان هذا حق التمديد المركزي، بحيث انه هني يكون الغاز واحد هو اللي شغال عليه كل المعدات اللي داخل. هني المكان جنب السياره. هني يكون داخل الجنريتر. أيه هني كابينه الجنريتر. حلو. زين شنو احجام الجنريترات اللي تشغل سياره؟ والله يعتمد من نشاطي. لا في بعض ما خلنا نتكلم عن المطاعم اللي هم اكثر شيء. المطاعم يعني اقل شيء عندك يعني لازم يكون 14 كيلو وات اساس يقدر يشغل اللي عنده. مثلا مع جو الكويت لا تحتاج سحاب، بعض الدراجات تحتاج مظله، فبالتالي ابتكروا دريشه جديده بوريك. الدريش على قولتهم ميد ان كويت. انزين. احد احدث الدراجات عندنا هذه 4x1 اي فيها جام سحاب على اساس الغبار. حلو هذا. اوكي الجام سحاب. المظله هذا اثنين. حلو. ثلاثة مساحة إعلانية. مسوي المظلة كذي عشان يكون هني مثلا ممكن يكون منيو كذلك. ممكن يكون منيو. الرابع اللي هو البار تقديم. حلو. برافو صراحة. اكتشفت شغلة يا جماعة، يصممون حتى شغل البرد، فبالتالي اللي عنده فكرة كذي يبيها صغيرة سواء كانت على سيكل، شوف هذه مثلا على الجنب، أو حتى تكون قاري موجود. هذه يا جماعه العربانه يقول لي حمود الزبون يبيها حق عرض، هذا ظاهر داخل معرض. ها مشارك بمعرض عرض ملابس واكسسوارات حق الزبائن. عندها نشاط اللي هي ملابس الخيل ومشتقات. عشان كذي على شكل سويناها على شكل عربانه حصان مثل ما طلبها. حلو. طبعا مكيفه وفيها تنفيذات كامله، كل التنفيذ داخل تنفيذكم. اي حلو. طبعا هذا على حسب البضاعه اللي موجوده عند الزبون، فبالتالي الجماعه عندهم استعداد يسوون اي شيء. يعني هذه مثلا ترى مصممينها من الصفر، يعني مو سياره هم مسوينها، لا من الصفر من الشاصي هم مركبين ومسوين الشيء هذا كله. طبعا تقدر تسوي بزنسك بالشكل هذا ينقلص، وتقدر لا سياره سواء كانت كلاسيكيه او حتى لو سيارات الجديده اللي شفناها داخل. هذه يا جماعه اللي مساق قلنا نبي نصور لكم اياها، السياره القديمه هذه عباره عن صالون نسائي. الفكرة ظهر صاحب البزنس انه صالون نسائي يجي ليل بيت عندكم. فطبعا شلون انا بتكلم بس عن طريقه التنفيذ، ما كنك اصلا بسياره. لذلك مثل ما تشوفون المكيفات موجوده، الاضاءه، الديكورات كلها مصممينها حسب شروط صاحب البزنس. يقول انا ابي والله كذي، ابي الرف هذا هني، ابي المغسل هني، ابي المغاسل بالشكل هذا براحته، فبالتالي هم ينفذون كل طلبات الزبون نفسه. ويمكن تشوفونها من برا للحين كذي قديمه، لكن بعدين لما تنصبغ ويكون عليها ستيكر راح تكون بشكل ثاني. لا اذا انا الحين جيت بسوي سياره، كم المده من الجلسه الاولى لما استلم السياره جاهزه؟ عاده اذا السيارات الكبيره يعني احنا نحط نفسنا عطني من الى دائما نعطي مع الزبون 3 شهور. ثلاث شهور. مرات في طلبات تعديل، في ناس تبي شغلات اصغر فتختلف. التكتك هذا مثل ما تشوفون الزبون حاب تكون الفكره جدا صغيره. البزنس هذا هو مال القهوه اللي كوفي اذا تعرفونها. بيسوي مكان يعني راح تصير قسمين، القسم هذا اعداد قهوه وكذي، ولو تشوفون في خزانات ماي، الماي المستعمل والماي النظيف، والقسم الثاني حق بيع منتجات القهوه. فبالتالي ممكن افكار تشوفونها جدا مختلفه. لذلك العربات يا جماعه حق اهل الكيترنج اللي مثلا ممكن عنده سياره ينقل فيها العربانه هذه، يجي المزرعه او المخيم او حتى المعرض الفلاني يبي يعرض كيترنج. يمكن تشوفون الحين مو واضحه فوق حمود نبي نوريهم بال 3D هذه المظله شنو فكرتها؟ طبعا هذه تبطل وتسكر. حلو. يعني المظله تصير منها وفيها. يكون اعلان نفس تذكرون قبل البرتقاله.
هذا هني القسم قسم التصميم والتنفيذ. هناك الحبيب يبي يورينا بعض التصاميم اللي هم مسوين. حلو. قالوا صممنا حق احد الشركات اللي تشرفنا بالعمل معهم اللي هو الهاجري جروب. سويناها بناء على طلب منهم اللي هو حق كونسبت حق الداز. حلو. مثل ما انت شايف اول شيء احنا نقدمه للزبون اللي هو الاوتوكاد المخططات. بعد ما يعتمدها ندش على ال 3D التوضيحي عشان الزبون يعرف شنو اللي راح يستلمه. هذه العرض في صورها المختلفه 3D طبعا. هذا الحين انت الزبون شاف التصميم هذا كله قبل لا تشتغلون انت بشيء. بس يعتمد تروح ندش حق عميل. يعني من اول ما يجيكم الزبون على قولتهم اول قاعده لنا مع الزبون. حلو. نسوي شيء اسمه تيو ار. حلو. نستلم طلبات الزبون كلها شنو اللي يبي شنو اللي ما يبي مواصفات سواء في المحلات او في السيارات. طريقه واحده. ثاني ميتنج نجتمع مع الزبون نسوي مخططات اوليه. حلو. اللي هي هذا مثل ما انتم شايفين هذا كانت عباره عن فوتوك حق احد المطاعم. حلو. فيشوف المخططات توزيع الأجهزة كامل من يعتمد الزبون. نروح حق الميتنج اللي بعده اللي هو 3D. 3D ديزاين. فهذا مثل ما انتم شايفين سؤال 3D أساس الزبون يعرف تخيل شنو اللي راح يستلم. ممتاز. من سيارة أو من محل أو إلى آخره. ممتاز. فهذه صور نشوفها كاملة 3D. كاملة 3D. حلو. بعدها ندش في الشكل الخارجي. إيه. والستيكر والإعلان. حلو. أنتم تصممونه بالكامل الخارجي. كامل. برافو. حلو. بعد ما يعتمد الزبون خلص نبلش بالتنفيذ ونسلمه. طبعا مثل ما انت شايف هذه صور تنفيذ بعد التسليم. هذه الحين سياره حقيقيه مو 3D. ايه يعني مثل ما انت شايف هذا كان صوره. بالنسبه لي يسالون عن اسعار تكلفه السيارات. طبعا السيارات تفرق بشكل كبير بين السياره الجديده بالوكاله مثلا سيارات البيجو مثلا على 9000 وكذلك موجوده بالسوق المستعمل ممكن تحصلها ب 3000 4000 5000 حسب الجوده وحسب الموديل. ممكن انت ببالك سيارة بشكل معين سيارة كلاسيكية قديمة اسعاف مثلا تبي تقلبها يعني سعر السيارة اللي انت راح تجيبها او الجماعة يوفر لك اياها يفرق بين انها مستعملة وجديدة لكن التنفيذ او انك تقلب السيارة الى من سيارة عادية الى سيارة ممكن تكون جاهزة للبزنس سواء كانت مطعم او اي فكرة ثانية الاسعار تختلف مثل ما قال لي اياها اخوي اللي هي تقريبا من 3500 لغاية 8500 حسب نوع البزنس لان يعني في بعض الشغلات مثل مساحه تحت اوريكم صالون ما في معدات ما في اشياء ثانيه المطاعم مثلا لا معداتها تختلف فبالتالي الاسعار تختلف لكن مع ذلك نبي نعطي مثال مثلا على سيارات المستعمله مثلا سياره مستعمله لو خذيتها مثلا 3000 4000 دينار لو حصلت لي سياره زينه مثل بيجو مستعمله كذي او تقدر تحصلها ب 1700 الاسعاف كذلك المستعمله ممكن تحصلها ب 1700 انزين وقيمه التنفيذ للمطاعم مثلا خلينا ناخذ كمثال حلو يعني اقدر ب 10000 اطلع بزنس سياره مطعم واقل واقل حلو اللي شفتوه هذا كله في مجال واحد عندهم اللي هو مجال تصميم وتنفيذ العربات المتنقله والسيارات او الفود تراك بانواعها كذلك الجماعه عندهم تصميم وتنفيذ المحلات سواء كانت مطاعم وغيرها سواء كانت من ناحيه الديكورات ومن ناحيه الداخل اللي هو المطبخ نفسه والمعدات داخل هذا واحد من التصاميم الحين بورينا اياها الحبيب مطعم مشهور راح تشوفونه كلكم في الافنيوز في الفيز 4 اللي راح يفتتحونه في فبراير حلو هذا التصميم اول شيء تبلشون كذي بدايه يعني يكون الفلات حلو هذا اللي داخل المطبخ تقريبا المطبخ توزيع الاداء حلو المطبخ حلو بعد هندش تذكروا تذكروا المكان هذا يا جماعة راح يكون مشهور حيل انزين هذا من داخل هذه صالة الانتظار حلو بعدين ندش وجهة الخير حلو من هناك طبعا كل التفاصيل كم مهتمين بها حتى نوع الإضاءة وراح يكون التصميم نفس ما قاعد نشوفه ترى المتابعين راح يصيرون حكم لأن راح يزورونه بيوم من الأيام يورينا الحين تصميم اتوقع كلكم تعرفون راعي المحل اتش اس ستور فهد المذن مسوي محل جديد راح يفتح قريبا بالكويت بالجره وهذا التصميم المحل مو صغير قلت لي لا 115 115 متر يعني كبير حيل وداخل مول فبالتالي هذا التصميم اللي راح يصير هذا غرفه الورشه حلو هذا الورشه اللي ورا بالزجاج اي الورشه اللي ورا حلو هذا عندنا هنا الاكس بوكس سيلينج حلو طبعا حتى الاضاءه الموجوده كلها تفصل على اساس انه يمشي هذا الاضاءه اللي فوق كلها انتم مفصلينها كلها تفصل ما في حلو اشوفها فوق الطاولات حاطينها زين عندنا هنا منطقه العرض طبعا في
حلو. مثل ما طلب اخوي فهد نعمل مثل ما تشوف المعلقات. وهذا راح يكون الورشه داخل والناس تشوفها بالزجاج يعني. اي من برا. قريبا قريبا. زين متى يخلص؟ خلينا نقول مفاجاه. متى يخلص البحث؟ لا ما لنا شغل فهد، امون عليه. متى يخلص ان شاء الله؟ ان شاء الله بنحاول انه ما نعدي شهر ونص. حلو، يعني نص 12 ان شاء الله. نص 12 هو يبي ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هذه معلومه جديده. اتش اس ستور اللي بالجهران راح يفتح نص 12 قبل السنه الجديده، وهذا كلكم شفتوه قبل حتى راعي المحل يشوفه. سولفنا على الاسعار، اسعار تنفيذ المحلات. اي احنا الحمد لله عارفين بالضبط المنافسين شنو وشلون طريقة التسعير، فهذا مني للي عندك متابعين. اتمنى قبل احد يمرنا حق المحلات يشوف كم اسعار السوق مع الشركات الموجوده ويقارن تصميم وكواليتي الدنيا. يعني بيكون ارخص؟ اكيد اكيد اكيد. كلمه ترى هذه يعني تحسب. صدقني ماكو مغامره. حلو. يعني رساله للمتابعين، اي شخص بالنسبه لتصميم وتنفيذ المحلات داخل الكويت، روح شوف الشركات كلها وتعال حق الحبيب وقول انت متحدي مع ابو سالم. الحبيب يعطينا نظره عن التصاميم. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. عسى الله يقويك يا رب. هذا شنو؟ هذه سياره. حلو. عندنا التصميم الاساسي وقاعدين نشوف شنو ممكن نسوي عليها بالتصميم الخارجي. كبراندنج الخارجي. الحين قاعد تنفذون الخارجي. اي معاكم قياسات السياره نفسها كلها كامله نفس السياره. وهذا الرسمك انت ما شاء الله. اي هذا رسمي يدوي الحين. عسى الله يعطيك العافيه يا رب. عزيز ما شاء الله مبين الرسمات هذه كلها رسماتك. إيه. الله يعطيك العافيه مبدع. وش السطوره كبيره حق تشخبط. الابداعات هنا كلها ما شاء الله. بالنسبه للهويه التجاريه كلكم يعرف محمد الحجرف اللي هو عنده البزنس مال التجهيز سلات الفواكه. قبل لا يكون له اسم، قبل لا يسوي اي شيء، جاء هني عند الجماعه سووا له هويته التجاريه، فبالتالي اختاروا الاسم، عرضوا عليه اكثر من اسم اختاره، عرضوا عليه اكثر من لوجو اختاره، والحبيب الحين بيورينا بعض الشغلات اللي كانت باجتماعاتهم القديمه قبل لا يعتمد الاسماء هذه كلها. هذه مثلا من الاسماء اللي اول شيء عرضتوه عليه. اي هذا جروسر كان زي. الاسم ومثل ما انت شايف التصميم مودرن، يعني الخط مودرن، وعندك هني الفواكه الالمنت داخل الاون. توري بالشكل هذا كامل. إيه. هذا الاسم اللي الحين اعتمده، اللي هو اعتمده اللي هو فروتابل. بس انتم مقترحين عليه على اكثر من لون، هو اختار هذا. احنا عاده كذي يعني نوري الزبون اكثر من اقتراح واكثر من لون، نبدل بينهم ونوري الفكره يعني تضبط هني اللون هذا ضابط اكثر، يعني نقترح عليه بالنهايه انها وهني الصوره اللي فوق ليش يعني ليش. أيه. فروت ابل اللي هي فروت وفيجيتابل. أيه. حلو. وتورونا من تحت شلون كان، شلون راح يكون. اي طبعا يعني موجود على الموكابز وعلى هذا نوري يعني شكلها مثلا. هذا كذلك تصميم ثالث حق فروت ابل، بس يعني نفس الاسم بس بلوجو غير. كانت الفكره لان المفروض ان الفاكهه كانت تجي مقصصه، فعشان كذي صار الالمنت انه مقصصه بنبرز هالشيء اللي موجود. يعني الجماعة عرضوا عليه ثلاث خيارات وهو اختار اللي هو اللي فوق هذا اللي هو فروتابل. اختار هذا اللي هو هذا. عسى الله يبارك له يا رب.